السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدي الأوفياء، وتحت طلبكم عدنا من جديد مع الأخت سيما بيوتي اللي كتقدم لنا منتوجات طبيعية للزيادة في الوزن، لعلاج البواسر، للكلف، للنمش، للشامبينيون اللي كيكون في الضفار ديال الرجلين أو ديال الإيدين، لعلاج تضييق الرحم، لعلاج تأخر الإنجاب. فان شاء الله الفيديو حافل وفيه منتوجات طبيعية غزالة بزاف وحتى الثمن في المتناول، فغادي نخليكم مع شواهد حية ومباشرة لأننا درنا لايف وقرينا فيه الشواهد ديال الناس، وأميم طوغ نقعرفكم أكثر وأكثر على المنتوجات ديالها، لأن تبارك الله راه ما عندهاش غير منتوج واحد، راه عندها العديد من المنتوجات لجميع المشاكل. وبطبيعة الحال نتوما عارفين سيما بيوتي هي عندها شواهد ديال الطب البديل وشواهد في الكوزميتيك، فالو خذوا المنتوجات ديالها وانتوما مرتاحين ومطمئنين. وقري لنا التعاليق اللي قالوا البنات، تبارك الله هذا هو اللايف البنات اللي دايره، وهم الناس كيكتبوا ليها. اسمي عندها اللحسة زوينه. اها زيدي. انا جربت المنتوجات ديال سيما جريه واعشاب ومزوي واللحسة الورش، شي حاجه طوب طوب. فوالا، يعني شواهد حيه ومباشره، يعني باش كتعرفوا ان تبارك الله. وهذا راه اللي عنده تشقق القدمين ما غيلقى ما احسن من هذا البرودوي. ايوا انا جربو ديال لي فارماسي بدون نتيجه، هذا التوريد وحيد التشققات ديالو من اول استعمال كيبان لك الفرق. وسيما بيوتي راه عندها ماركه مسجله ديالتها بالعكر الفاسي 100 درهم، بالعكر الفاسي العكر الفاسي 100 درهم، وبالعكر الفاسي كيبقى ب 80 درهم. فوالا، كاين هذا البرودوي تاعو. الناس اللي كتعاني من التجاعيد ليطاش، فهذا واعي كيجبد البشره وكيعطي واحد لافغيونس، عوض 200 درهم كيبقى 150 درهم. هذا بالزيت، هذا اللبان الذكر الحوجري ديال عمان حر، هذا ماشي ديال الشركات، يعني على اليد. عندي انا راجل اختي في عمان، اللي خاصك اللبان يجيبوه لك. مرحبا ماما، هي دارتها لك في راسك. الناس اللي عندهم تساقط الشعر كيطيح بزاف كيجبدوه بالمشطة وعندهم فراغات في الشعر ديالهم وشعرهم بقى عاجز على الطول، فهذا واعر، هادشي كامل مجموع في واحد. هذا فيه 100 ميلي كيمنع التساقط من اول استعمال، وانا كنقول لكم ماشي تقسموا يقول لي اول استعمال اول استعمال كيعطي مفعول، وانما كنهضر عن تجربه وعن شهادات الناس يعني مجربينه. وواحد الحاجه لاحظتها باش انها يعني تزيد تاكد انها خبيره وطب بديل وزعما بدون نقاش وبدون غش، ان شوفوا معايا الزيوت لا ابر المكونات بعدا باش شوفوا، يعني اول حاجه هادو مصنوعين من الزجاج، زائد ماشي الزجاجه بيضه، يعني الزجاجه كحله. شوفوا معايا، انا كنخدم اغلبيه بكريستال، غير اللي صيفطت لهم بعض المرات، يعني كنخاف على الزجاج كيتكسر. فوالا ولكن اوميم يعني مدرقه السلعه حين صدو كيأثر على المنتوجات، يعني ما دايراش، يعني لو كانت شي وحده ما قارياش ما فاهماش هادشي غديروا لنا بالقرعه بيضة ما على بالهاش، ولكن بحكم انها قاريه وفاهمه وعارفه المنتوجات كيفاش كتكون مخدومه، يعني خادمه الزيوت خاصهم دائما يكون عندهم القرعه كحله. اوكي البنات نكملوا. هذا من بين المكونات ديالو جوجوبا، زيت البصل اللي غني عاد تعريف الفوائد ديالو، زيت الخروع، شي حاجه اللي واعره بزاف في الشعر، هاد الاعشاب اللي هي يعني كوكتيل كوكتيل متجانس طبيعي الحال. فهذا قلت لكم الثمن ديال 100 ميلي 200 درهم، وهي 100 ميلي كيبقى 50 ميلي كيبقى 100 درهم. فوالا، الناس اللي كتعاني من فطريات الاظافر هذا زوين بزاف، شامبينيون البنات، زيت اساس ديال شجره الشاي وغيرها، فهذا واعر من 200 درهم كيبقى لكم 150 درهم فقط. وبزاف العيالات كيعانوا من هذه المشكله. عاودي لي الثمن الله يحفظك. هذا 200 درهم كيبقى لكم 150 درهم. 150 درهم البنات، وشحال كيعطي النتيجه؟ اي برودوي عدي من السيمانه الاولى كيبان لك الفرق، وهذه في حد ذاته راه شي حاجه زوينه البنات. شكرا سيما بيوتي، تبارك الله، وصلت لعندي على منتوجاتك. بالنسبه للناس اللي عندها يعني مناطق حساسه تحت بيكيني سميره تحت البيطان مرفقين، شي حاجه اللي واعره، سمعتي الشهاده قبيله ديال الاخت السيمانه، يعني بان ليها فرق ملحوظ تبيض، فهذا من بين مكونات فيه اساس زيت الحامض، اساس زيت شجره الشاي، وغيرها من المواد اللي هي كتعطي واحد لي فيف لافغيونس واعره ما شاء الله. هذا عوض ما يبقى لكم
200 و150 اول مره غنخلي لكم 100 درهم فقط. واو البنات، يعني باش انك ديري شي حاجه طبيعيه وامنه وافيكاس، وزائد ان ما كيبقاش ديك الزروقيه تحت البيطان، فيعني الثمنك مناسب ومغري. هذا شي برودوي درت لكم ثمن رمزي غير باش تجربوا، يعني حفظكم غير باش تولفكم وتولفوها. يعني تجربوا ديك الساعه غنقول لكم الثمن اللي انا بغيت. واش تاخذوا اختي هذا الكحل البلدي؟ هذا الكحل، شوفي الكحل البلدي حنا بكري كانوا يقول لك خاصها ديروا المراه اللي تدق تكون نقيه وما يكونش عندها الراجل، تكون ميته ميت، وهذا الشيء العادات ديالنا. فوالا كاينه عادات وتقاليد في هذا الكحل البلدي. جهل بعض المعتقدات كاينين. فوالا والطهاره لابد منها. هذا هو الاساس، لان الناس كيبغيو يصليو. الناس كاينين خادوا قطيره مع عند الاخصائيين ديال طب الاعيون ديال العينين وما جابش ليهم النتيجه معاه، والحمد لله الجروب عندي كاين شهادات اللي جربوه وعينيهم مابقاش كضرهم، مابقاش عندهم حساسيه، مابقاش حميره الحمد لله. فهذا بالزعفران الحر واعر ايفيكاس، ما كيبقاش. سمعتوا البنات، بالزعفران الحر زائد عندها جروب خاص كتحط فيه المنتوجات وكتشرح على المنتوجات. الزعفران الحر كيبقى ب 50 درهم، واللي بلا زعفران الحر اللي كيعطي غير اللون فقط، ماشي دواء، هذا دواء وكيعطي لون بحال قولي غري هذا، وكاين الاخر اللي كيعطي اللون كحل ولكن لا علاقه ليه بانه يعني دواء ميديكال. فوالا هو كيبقى ب 40 درهم العادي، وهذا ب 50 درهم. تبارك الله. وهادو حتى هما شنو هما؟ هادي الماسكارا، الناس اللي كيستعملوا ماسكارا وطيحت لهم الشفران ديالهم ماشي طبيعيه، فهذا مكون طبيعي من زيوت من بينها زيت الخواع من غيرها من زيوت اللي كتقوي الشفران تنبتهم. وكاين عندي كذلك سيروم ما جبتوش معايا، الناس اللي عندهم الحواجب فارغين. الناس اللي دايرين الشيمي الحمد لله خادوه من عندي ونبت لهم الشعر من البصيله ديالك، واعر داك المنتوج روعه تو نجيبو لكم. بالنسبه للماسكارا كتبقى 100 درهم، وهذاك الزيت اللي قلت لكم كيبقى 150 كينبت الزغبه من البصيله ديال الحواجب ايفيكاس. وهذا خطير اللي من اساس شجره الشاي وشاي الاخضر وغيرها من الزيوت بحال المعدنوس وغيرها، كل شيء مقطر، فهذا واعر بزاف كيحيد الهاله السوداء تحت العين والانتفاخات. شي حاجه ايفيكاس والناس جربوها من غير 150 درهم، غيبقى لكم اليوم فقط غير 100 درهم. في الويس من شحال يبقى ليها؟ غير 100 درهم. عجبني هذا، هذا واعر بنات. شي حاجه اللي نشم الريحه ديالو، شي حاجه اللي الريحه ديالو غزاله. يعني هذا غير دير هي من الليل لليل وسالات مادام زوينه، حتى الطريقه ديالو البنات ساهله ماهله. مع كل طلبيه خديتو كتاخذوا مسك طهاره عوض 50 درهم كتاخذوه كادو. ايوا واش بغيتو البنات؟ هذا مسك الطهاره راه البنات راه ما نقولش ليكم، راه مسك الطهاره ما جبتوش معايا. هذا المسك ديال الزهر، عندي شمي هذا ريحه الزهر زوينه. اي انا ريحه الزهر، هذه ريحه الزهر شتي. وكاين ديال الطهاره اللي جافك، جافك الزهر جافك ديال الطهاره. لا واللي بغات تختار، حيت كاين اللي فوالا، حيت كاين اللي ما كيبغيش ريحه الزهر ما تنسايش. كاين فوالا، انا عطيتهم اختيار اللي بغات الزهر بغات مسك الطهاره. ومسك الطهاره البنات راه ما نقولش لكم، هذا راه ما تكونين لا ماشيه للحمام لا حتى شي حاجه وديري كتبقى فيك بحال ريحه الحمام. اللي خداتي من عندي وخدات فوالا فاندوش. اييه كيبقى مده طويله، انا عندي الفريق كيبقى مده طويله ماشي كيمشي. فوالا البنات وزوين تبارك الله، مسك الطهاره راه معروف. وحتى اللي بغى يغلط من السيكان ديالو كيدهن الكريم ديال تبييض الكريم ديال تسميل المناطق اللي كيمشي مع التحامي. اصلا التحامي كيغلدو الفخاد كيمشي مع المداومه ما كيبقاوش السيقان، كتسرعي النتيجه كتاخدي الكريم كديري باي منطقه باش تسرعي النتيجه. فوالا وهاد لي برودوي كيبان لي راه ماشي غير هادو، يعني عندك دي برودوي بزاف غير على حساب انا. لاشين ديالي كاين بزاف لي برودوي، وكاين شامبوان طبيعي ديال الشعر دي ميلور ديالو سون بارافين تبارك الله، سون سيرفات شي حاجه طبيعيه. والناس كذلك اللي كتعاني من دواوي الساقين عندهم العروقه بحال الخطوط العنكبوتيه فكيبقاو هادو فهاد هاد الكريم كيبقاو يتشدوا. كاينه هي واحد العشبه هي اللي كتحيد هاد دواوي الساقين، اش كيقولوا لها ديك العشبه؟ هي اللي كيخدموا بها ولا كتخدمي بالزيت ولا بالعشبه؟ انا كنخدم بالاعشاب كثيره وكذلك من زيت ديال الخردل، زيت الحبه السوداء هما اللي كيفرتوا هذيك الخيوط العنكبوتي باش المهم بواطه وحده كافيه تحيد لك هذا المشكل. يعني بواطه وحده البنات كافيه انها تحيد لك عند البروده، فهذا مع سخون كتسخني لك البلاصه كتحسي بالسخونيه ديالها. دونك حتى اللي كيضرها الظهر واللي كيضرها اي بلاصه عندك فيها الالام وهذا كتاخذي. تبارك الله وصل عند هذا عوض 200 درهم كيبقى لكم 150 درهم.
فمرحبا بكم البنات، تواصلوا معنا عبر الارقام اللي كتشاهدوا، دخلوا القناه سيما بيوتي تابوناو عندها البنات، راه تبارك الله عندها دي برودوي واللي زوين انها عندها شواهد ديالها خاصه بهاد المنتوجات. ما سخيناش بكم مازال، زيدي باقي باقي جوج برودويات. مرحبا. المهم هاد الناس اللي كيعانيوا من الشعر التقصف، عندهم حرش شويه من الدراري الصغار ابتداء، ممكن انه يستعملوا، ما كيحتاجش انك تغسليه بحال هذا، هذا عنده طريقه خاصه 6 ساعات وكتغسليه. فوالا، وهذا هو الدوش، هذا على الشعر نقي كدهني وكتقدر ديري نهار كل نهار، ما كيحتاجش انك تغسلي فيه، ريحه زوينه كيهبط الزغبه كرطبها. مرحبا بك. والناس اللي عندها التعرق وداك الشيء، فهذا واعر كيحبس التعرق، في ريحه فنه اللي كتبقى دوم لك 3 ايام. ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. شكرا. دابا عطات لي في الروائح. حبيبي انا راه دخت بالروائح الزوينه. شكرا سيما بيوتي، شكرا للمتابعين الاوفياء، نتمنى انكم تدعمونا وتبارطاجيو هاد الفيديو لصحاباتكم اللي يستافدوا منه اكيد، وما غاديش تندموا، خصوصا اللحظه الصحراويه البنات، كيف ما قلت لكم هي دارسه وقاريه وفاهمه وعارفه اشنو كدير، وراه تبارك الله الشواهد حيه، لانها هي في هاد الدومين اكثر من 5 سنين ياك تقريبا. طالعه في 5 سنين تقريبا. وديما متواجده في الواتساب تبارك الله، غير دابا وكنديروا الفيديو التليفون ديالها ما سكتش بالناس، فوالا ماشي غير كتبيع لكم منتوج وكتقلب كما تيديروا بزاف، لا كتبقى معكم في الجروب، كتدخلكم وكتبقاو متبعه معاكم، واي مشكله تواصلوا معها والنتيجه مضمونه، خلينا لكم الراحه. بالنسبه للتوصيل لاوروبا والامريكا والخارج وداخل المغرب وخارج المغرب، ما عندناش مشكله. لا ليفريزو خارج كازا 50 درهم، داخل كازا 25 درهم، اوروبا 30 اورو وامريكا 50 دولار، فمرحبا بكم والف مرحبا، خلينا لكم الراحه.